بغض النظر عن ننحاز لأي جهة، بغض النظر عن أنه نحن ننحاز لأي جهة، عن إحنا لازم ننحاز للحقيقة ولازم نقول الحقيقة بعين. كلام ده قاعدين بقوله كتير، والحركات دي تابعة لقبيلة واحدة، والقبيلة الواحدة دي دايرة تحكم السودان، القبيلة الواحدة دي دايرة تقسم السودان، القبيلة الواحدة دي سبب المشاكل في السودان، وكلام ده كله قاعد يتقال. الكلام ده كله قاعد يتقال، والكلام ده تقول لكم متابعين الناس اللي قاعدين بيقولوا الكلام ده معروفين. أمناء الشمال النيل الأنصريين، الزول اللي بيقول صوت ده أتمنى ترفع صوت من تلفونك. أبناء شمال النيل الأنصريين، الناس اللي قاعدين يدعوا للانفصال، هم ناس ديل انفصالهم ما لقوا حجة، ما لقوا حجة مغنية، ما لقوا ذريعة مغنية للناس، إلا هم يبدوا بشنو؟ بتشويه سمات الآخرين. إلا بتشويه سمات الآخرين وتشنيه سمات الآخرين، بعدك بيفتكروا أنه الكلام ده بيخدم مصالح. تمام؟ فلذلك أنا ما أعرف الناس اللي بيقولوا صوت ديل، أنا ما أعتقد عندكم مشكلة في تلفوناتكم، لكن أنا ما أعتقد الصوت واضح. أنا ما أعتقد الصوت واضح، شباب لو صوت ما واضح كلموني. الصوت في مشكلة في الصوت؟ في مشكلة في الصوت يا شباب عشان نبدأ نواصل؟ في مشكلة في الصوت؟ أنا أنتظر نص دقيقة عشان أسمع ردكم. في مشكلة في الصوت؟ أعتقد الصوت ده واضح، ما أظن في مشكلة في الصوت. في مشكلة في الصوت يا شباب؟ الصوت واضح؟ ما أعرف الناس اللي بيقولوا صوت ما واضح ديل، ما أعرف. الصوت واضح شديد، كلام ده واضح. شكرا لك يا كومرات، شكرا لك جمال الله، شكرا لك. تحياتنا لكم. الناس اللي بيقولوا الكلام ده، الناس اللي بيقولوا انه يا اخي حركات المسلحه الموقعه لاتفاق جوبا عباره عن قبيله واحده دارت تسيطر على المشهد في السودان، دارت تسيطر على الامور، دارت تسيطر على المشهد السياسي، الكلام ده كله الهدف منه انه يشنوا سمات المكون المعين اللي هم مستحدثينه. لكن في الواقع الكلام ده ما صح. في ادله كثيره وفي شواهد كثيره، يعني احنا قاعدين نقول الكلام ده دائما انه يا اخي حركات دي فيها ناس من كل السودان، فيها ناس من كل قبائل السودانيه، من شرق السودان، غرب السودان، وسط السودان، شمال السودان، جنوب الجغرافي للسودان، الحتات دي كلها تلقى ناس موجوده شنو في الحركات، وكلام ده واضح. لكن الناس الوقت الحالي بيقولوا ان احنا يا جماعه ما اعرف ليه قمنا شمال النيل ودارين ننفصل وخايفين من حاجه واحده، والحاجه دي كده واحد اثنين وثلاثه، من ضمن مبرراتهم الناس العنصريين ديل. يعني احنا لما نقول كلام ما قاعدين نقول كلام من مشاعر، ما قاعدين نقول كلام عاطفي من عواطفنا، لا يعني احنا قاعدين نقول كلام منطقي، ما قاعدين نقول كلام بتاع زول كده مشحون بزعل، زول كده زعلان من زول عنده مشكله مع زول بيكره الناس، بيكره سنين معينه، بيكره الناس جهة معينة من السودان، لا ما عندنا الكلام ده. والكلام الفارغ اللي هم بيقولوا الكلام ده كله ده كلام ما أعرف من الصحة، الكلام ده ما في في أرض الواقع، الكلام اللي هم بيقولوا ده كلام ده ما في. طيب نبدأ نواصل نمشي لقدام. فشوفوا أن احنا قلنا كلام ده زمان ونعيد الكلام ده مرة ثانية وثالثة ورابعة، لو دات الضرورة نقول لمرة المليون. أنا ككامل قدامكم ما تابع لأي حركة، ما عندي علاقة بأي حركة مصلحة، ولا عندي مصلحة في أي حركة من الحركات الموقعة للسلام. لكن ده ما يمنع أنه أنا أقول الحقيقة، ده ما يمنع أنه أنا أقول حقيقة في الحركات. حركات دي لو عندها مشكلة، لو عملت مشكلة أو ارتكبت مشكلة، ارتكبت جريمة، أنا مسؤول هنا أمامكم وأمام الله أنه أجي أقول الحقيقة زي ما أنتم دارين، أي زي ما موجودة في أرض الواقع، لازم أجي أقولها. لكن هتتأنوا انا ما تعب لاي حركه، انه يا اخي الحركات ما اقول كلام كويس في حقهم، ده الكلام ده غلط. الزول اللي بيقول الحقيقه في جهه معينه او في اتجاه معين، ما معناته زول الا يتبع للاتجاه ده او الجهه ديك، لا ان احنا مسؤولين من شنو؟ مسؤولين مسؤوليه كامله امام الله. فلذلك خلونا نقول الحقيقة الليلة للناس اللي بيقولوا الحركات دي حركات تابعة لقبيلة واحدة في السودان. أنا داير أبدأ الفيديو اللايف ده أسميكم فيديو لواحد من أبناء قبائل العربية اللي موجودين في دارفور، عنده فيديو عمل، أنا داير أسميكم الفيديو ده، بدك أبدأ أقول رأيي في الموضوع ده كله. أنا أسميكم الفيديو ده، خليكم طولوا بالكم معي، أسميكم الفيديو ده، بعد ما تسمعوا الفيديو أبدأ أقول رأيي في الموضوع ده كله. طيب بسم الله الرحمن، الحمد لله كفى والصلاة والسلام على حبيب الله المصطفى. أنا الأغيد إبراهيم أبو زفرة إبراهيم حازم
إبراهيم حرازم أم بين قوسين أبو زفرة، عقيد في قوة تجمع تحرير السودان وعضو في المجلس التحرير السوري. أنا حبيت نطلع في المقطع ده توضيح للإشاعات الماشية الآن في الكفاح المسلح. أنا في قوة تجمع تحرير السودان. نحن الآن لو جينا لموضوع إسنياد، نحن عندنا قبائل عربية موجودين ما مهم شيء. الآن أنا عقيد وقوة في قوة تجمع تحرير السودان وعضو في المجلس التحرير السوري. أخونا جمال آدم عبد الرحمن عقيد وعضو في مجلس تحرير السوري. دي من أبناء الفرسان. عندنا أخونا دكتور عبد الرحمن رائد، وأخونا صلاح رائد مقدم، دي من أبناء برام. عندنا اثنين عمدة من أبناء الرزيقات في ولاية قرب دارفور، واحد في المكتب التنفيذي وواحد في لجنة الترتيبات الأمنية ولاية قرب دارفور. أهلنا في السريف، أهلنا بن حسين موجودين بكسرة. الآن أنا عند قبائل عربية في قوة تجمع تحرير السودان 41 ضابط. العددية حقتنا كعند قبائل عربية ماشيين 600 نفر. ما حصل شفنا دونية ولا شفنا زول فكرنا يعني نحن ديل جزء من برا من المؤسسة أو مهمشين في داخل المؤسسة. راكبين عربات مقيمين في مجلس في 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 بيت القرار. حقيقة الناس الجزء أنا سمعته من الإشاعات عبد الله جينا طلع وضد القبائل العربية ما كان يشتمنا نحن، واللي في زول ذات أصول أكثر مننا نحن في القبائل العربية. كان في زول ذات أصول أكثر مننا نحن كالبني هلبة والهبانية ولا الزيت الرزيقات والخزام وكل القبائل اللي أنا ذكرتها. الآن نحن موجودين ومكانتنا في العمل العسكري وفي العمل السياسي. الآن في كل تنظيم حتى في الدعم السريع، الآن شيف في الدعم السريع برضو، الآن القبائل اللي ما شاركت في زمن الناس يعني محتاجين للناس، النظام قدام محتاج للناس واستعان بحميتي برضو. حميتي فقط رجال وفقط زمن وفقط أي حاجة حتى وصل الدرجة دي. الزول الآن ما فقد عانى وما فقد وين في اللعبة دي. حتى الرزاقات ما صدقين دي البقارة دي الليل منوفق زول لواء ولا زول نايمة إلا كان زول زاد خبرة بس وده عشان زول خبرة، لكن ما برضو قاعدين بس ناس عداوي زي البني هلبة وزي الهبانية وزي التعايشة وزي والأفراشي وزي السلامات وزي الخزام وزي بن حسين وزي البني حسن. يعني وين في زول هناك امبراطور كبير قائد ولا هنا ما في زول نائب قائد للدعم السريع، لكن ده استحقاق وناس دفعوا الثمن. الحركات برضو دفعت الثمن. أنا ما ممكن الليلة نعمل لي حاجة ونجيبك إنت الرسول، لكن أنا بجيبك بمثلك. إنت لو جيتني في الحر نحن مشينا وفي الحركة دي ما أقصونا. كلام ده أنا بقوله بشجاعة، مش كلام يعني ملفق ولا كلام مضلل ولا كلام بتاع كسر انتلج عشان أكسر لا عبد الله جنا ولا طاهر حجر ولا عبد الله يحيى. ده كلام أنا بقوله من عينه وربنا بيسألني منه. يا أهلنا أمنا دارفور وأمنا القبائل العربية، الحاجات الهراء الناس ماشيين بها دي والله يعني احنا الجسم ما عنده اطرافون. احنا امناكم موجودين في الحركه دي. لو في شغل بيستهدفكم انتوا بيستهدفنا علينا اول حتى بيجيكم. الكلام ده الناس يفهموه كويس. واي حاجه اي مجتمع عنده شواذ الليله في اي انت الليله مؤسسه فيها كميه من الرجال لازم في شواذ. اولادك ذات الليله اللي ولدتهم ربنا هداك رجال لازم يكون في ناس عندهم شواذ، لكن ده ما بنحسب لنوايا المؤسسه. أن إحنا كمسار دارفور أو كفاح مسلح وقعنا سلام والله لأهل دارفور لأهل دارفور والناس كلها. طيب يا شباب، الفيديو ده طويل لكن نكتفي بدا ونقول رأينا في الموضوع ده. أنا بشكر الله يا أخونا ده السيد الأغيد ده أخونا ده، أنا بشكره شديد لحاجات كثيرة لكمية من الحاجات. أول حاجة زول تابع لمؤسسة معينة وهو تلا وقال رأيه بكل شجاعة،
وانتوا تعرفوا المؤسسات، اي مؤسسه عندها تعليماتها، عندها قراراتها، عندها التزاماتها، عندها تحفزاتها. لكن الرجل شجاع جدا وطلع وقال كلامه بكل شجاعه. دي حاجه بجد يعني لازم ان احنا نشكر فيها، نشكر امنا ده انه ياغي هو بجد دق صدره وقال كلامه بكل شجاعه. ان احنا محتاجين لزي امنا ده عشان ان احنا نوري الناس الحقائق الموجوده شنو في مجتمعنا الدارفوري اللي ناس بينظروا لنا مجتمع قبلي والكلام ده كله. تعال نمشي لقدام. وحاجه ثانيه، امنا ده انا بشكره برضه، هو خدت لنا ناس في فطيل، انه الناس الابناء الشمال النيلي والوسط العنصريين اللي دائما بيفتكروا انه الحركات الموقعه للسلام عباره عن حركات لقبيله واحده، وانتم كلكم تعرفوا يو نو فيري ويل القبيله دي قبيله وناس نسيتوه والكلام ده. لكن امنا ده بكل شجاعه طلع دارفور اللي فيها مليون دهيه، دارفور اللي فيها مليون دهيه دي فيها بس الناس، في حاجه اللي بيعرفوها الناس انه في مليون، عفوا في ضربور وفي جنجويد، كلهم اي شيء الحاجه اللي الناس بيعرفوها انه ضربور عباره عن ناس زنوج والجنجوت عباره عن قبائل عربيه. لكن امنا ده ثبت لنا وثبت لكم انه حتى في ترابور وفي قبائل عربيه موجوده. واي زول، الكلام ده قلنا زمان، اي زول مظلوم مش قاعد يلقى نفسه في جنوب في داخل الحركات المسلحه الموجوده في السودان. فيا جماعه شوفوا حته انه ان احنا عشان نشوي سمعه الناس، عشان نشوي سمعه الاخرين، عشان نشوي قضيه الاخرين، عشان نشوي شنو؟ ناس في وجه الاخرين بس نجيب حاجات نلفق فيهم، ده مرفوض. دي حاجه. وامنا ده ذكر قال لكم حتى الدبات من القبائل العربيه، هو قال لكم من شتى القبائل العربيه في دارفور موجودين شنو؟ موجودين في داخل مؤسسه واحده، دي مؤسسه شنو؟ حركه قوه تحرير السودان، تجمع قوه تحرير السودان. بعدها تمشي لحركه مناوي، تحرير السودان بقياده مناوي، في الاف الاف من ابناء القبائل العربيه وكل السودان. في ابناء قبائل النوبه شرق السودان، اهن الاضروب شمال السودان، موجودين في عدل ومساواه السودانيه، موجودين ناس من كل السودان. فاذا لازم تعرف الحقيقه، لازم تتقال الحقيقه دي، لازم تتقال. وانتوا كلكم اي واحد لو فيكم شجاعه زي امنا ده يطلع يقول الحقيقه للناس، انه يا جماعه صحيح انتوا قاعدين تقولوا كده، لكن حاجه اللي انتوا تقولوها حاجه دي ما فيش في ارض الواقع. يعني احنا كده وكده، يعني احنا نقدر نبني دوله ونقدر نمشي لقدام. لكن الكراهيه الزايده، الكراهيه الكبيره اللي ما عندها اسباب مغنيه، دي خلتنا ان احنا نرجع لورا ل 90 سنه، اي ل 1900 ولا 500 مليار سنه لورا في السودان. والكراهيه دي معروفه جايه من وين؟ كلكم تعرفوا، كلنا متفقين الكراهيه دي منبعها وين. فجماعه شوفوا ناخد من الليله، ناخد نكته في نهايه السطر، انه يا اخي الحركات المسلحه دي فيها ناس من كل السودان. دي حاجة الأولى. حاجة تانية نمشي لقدام، ودي الحاجة الأهم، وأنا دي الرسالة دي بسببها أنا شنو عملت اللايف. يا أمنا سيد العقيد، وأنت والتانيين 41 دابت في شنو في تجمع تحرير السودان، و600 نفر الموجودين في تجمع تحرير السودان، وأنت قلت من كل، ودي الرسالة المهمة أنا عشان عملت اللايف، الباقي داك not very important. لكن دي الرسالة المهمة اللي أنا داير نوصلها. انتوا ابناء قبائل العربيه موجودين 600 نفر في قوه تحرير السودان، وانتوا شايفين الاشياء اللي حصلت في ايامات الفاتت، واشياء اللي حصلت في تلك الفترات الفاتت، وانتوا ثبتوا للناس انه الحركات دي لكل الناس، لاي زول مظلوم مشي يقبلوه عادي وما عنده مشكله ويسوق اموره لقدام. واما انت زول خدت رتبة أغيد معناته معروف لكل الناس، انت ما خدت لك زي ما باخدته لناس الدعم السري. انت يا ودعم انا تعال شيل دخل يدك في الشوال، تلي أغيد، تلي عميد، لواء، ركب زي ما داير، ثلاثة نجيمات، نجمة، امشي، ما زي دعم السري. الحاجة المعروفة في الحركات المسلحة، انت لو ما قدمت تضحيات كبيرة ما هتصل لشنو؟ ما هتصل لرتبة أغيد. وانتم وانا وكلنا نتفق اتفاق كبير، كلنا نتفق في الحته دي، انه يا اخي امنا زول اللي وصل لدرجه اغيط معناته زول اللي قدم تحتيات في حركه تجمع تحرير السودان. اذا زول مناضل، اذا زول قدم كثير لشنو؟ للقضيه السودانيه. فيا امنا
لو انت اقيت وفي واحد تاني اميت وفي واحد مقدم وفي واحد رايت وتاني ملازم اول ونغيب وملازم ومسايت وراغب اول ورغيب ووكيل عريف وعريف وجندي كلكم قاعدين 600 نفر، فانتوا يا جماعه الموقف الاي حاجات اللي حصلت في الفتره الاخيره حاجات دي ما تمر مرور الكرام. يعني احنا مشاكلنا في دارفور كلها مشاكل معروفه، مشاكل قبليه، والقبيله قبليه دي جات من وين؟ قبليه دي جات من المركز، مركز زرعت فينا اي مركز زرع فينا شنو؟ زرع فينا فتن وحاجات و و ان احنا اتقاتلنا وبعدين نموت لمده كم؟ لمده 20 سنه من الزمن. 20 سنه في واحد بمشي بقول انا عربي عربي وما داك زرقاوي يقتل ويشيل ماله والكلام ده كله انتوا عارفين، وانت زول من امناء قبائل العربيه وانت في حركات المسلحه وانت زول صاحب قضيه. المطلوب منكم انتوا تطلع تقولوا لأهلكم القبائل العربية توريهم الشيء الحاصل ده غلط، زي ما انت بكل شجاعة ثلاثة وقلت يا اخي ان احنا ما قاعدين بيغصونا في حركة في الحركة ده كلام